أعلنت الوكالة الوطنية للتشغيل في بيان لها عن إطلاق عملية استطلاع عبر منصة منحة لفائدة كافة المستفيدين من منحة البطالة والذين لا يملكون أي تأهيل، حيث ستسمح هذه العملية برصد ومعرفة التخصصات التي يرغب فيها المستفيدون من منحة البطالة والتي تتوافق مع مستواهم التعليمي حسب العروض المتاحة عبر مراكز التكوين، بالإضافة إلى إتاحة فضاء لإبداء اقتراحات حول دورات أخرى يعتقدون بأنها تناسبهم.